بعيد عن صخب مدينة قروا وعلى ملعب أجيا وعلى الكان جملة، ويمكن بعيد حكاية 100 كيلومتر على المدينة في وسط الغابة، ما زلت تعيش مجموعات عرقية تتسمى الودبي، وهي مجموعة مفرقة على عديد البلدان كما النيجر، تشاد، أفريقيا الوسطى وشمال شرق الكامرون، وين يعيطولهم الليمبورو أي الرعاة المهجورون. هالشعب المسلم هذا واللي يعد أكثر من 1.5 مليون نسمة في الكامرون رافض لكل مظاهر التمدن والتحضر. Pourquoi ils vivent ici, ils vivent pas en ville. Quand on jette la hado, on jette un déroulo. C'est à cause de leurs animaux pour ne pas avoir le conflit agro-pastoral et puis le dégât en ville avec les citadins. Et ils sont ici quand ils laissent les bœufs, ça donne les vous qui va fertiliser le sol. Ils peuvent cultiver le maïs, les arachides et autres choses pour les aider. والمدينة ما يعرفها كان كيهبطوا الرجال باش يبيعوا محصولهم الفلاحي المتأتي من الزراعات الموسمية وتربية الماشية. الكورة تقول انت في هذا الكل وين؟ وشنية حظها معاهم؟ هاو الحاج باش يجاوبنا. اسكي لي كورون كيليا لا كوب دافريك وكامرون؟ عندي بدي فيها بالون ها غارانا ليدي افريكا هاوتا غارا ها فيها بالون عندنا يدي كلا انتندو لي جان بالي كوم الي مالاد ني ام با الي ني با انتريسي